السلام عليكم ورحمه الله الاخوان، كي دايرين؟ نتمنوا كلشي يكون بخير وعلى خير. اليوم ان شاء الله عندنا مرسيدس سي دي اي 270. جاب لنا مولا على واحد المشكله الاخوان. المهم الحمد لله راه عالجناه، ولكن بغيت نعطيكم واحد المعلومه باش تبقى في بالكم، يقدر يطيح فيها شي واحد. ما عليناش الاخوان، عندنا هذه مرسيدس جاب لنا مولاها كانت كدردك في التقلاع، يعني ملي كتقلع الطوموبيل كدردك، يعني كتحس بالطوموبيل تتريجي ملي كتقلع، يعني ما خصش يكون هذا المشكل، يعني خصها تقلع مزيانه. واخا الاخوان هذا المشكل هذا ماشي من الفولا موتور، ماشي من البلاطو، ماشي فولا موتور مانيتيك، يعني دابا اي ميكانيك مشيتي عندو على هاد الديفو هذا قلتي لي هاد المشكل هذا غادي يقولك الفولا موتور، يعني غيبدل لك الفولا موتور وغيبقى المشكل. تقدر تمشي عند ميكانيسيان اخر يقول لك البلاطو، يبدل لك البلاطو ويبقى المشكل. واخا الاخوان حنا حلينا على اساس يعني ما بغيناش نحكموا على شي حاجه، حتى حلينا البطا وشنا شنو واقع. المهم الاخوان لقينا الديفو من الديسك كيف ما كتشوفوا، ها هو الديسك، هو هذا الديسك ديال الاخوان. لاحظوا معايا واش غادي تشوفوا المشكل فين. لاحظوا معايا الاخوان المشكل فين كاين. عندنا هو هذا الديسك ديال مرسيدس 270 الاه، في واحد المشكل الاخوان الا بان لكم كيف ما كتشوفوا. لاحظوا معايا مزيان كيف ما كتشوفوا الديسك هنايا عاطي الاسباس، ولكن هنايا ما عاطيش الاسباس، يعني شنو هاد الرسورات هربوا لينا لهاد الجهه، يعني شنو وقع كيف ما كتشوفوا الاخوان. ها هي الخويه هنايا، ها هي دايره جايه حتى لهنا وتسدات، يعني هاد البلاصه هادي هربات للقشره، يعني شنو الاخوان ولا الديسك تيدور عوج، ولا الديسك تيدور عوج، ولا عاطينا الترعاد في التقلاع، يعني هاد الديفو هذا يقدر ما يطيحش عليه بنادم ولا ما يردليهش البال كيف ما كتشوفوا الاخوان الا لاحظتوا مزيان. ها هي الخويه عندنا هنايا كما قلت لكم، وليه هارب لينا الديسك، يعني الديسك ما بقاش كيدور مقاد ولا كيدور عوج، يعني الديفو ماشي في البون موتور وماشي من البلاطو، يعني من الديسك هو اللي دار لينا الترعاد في التقلاع. وما الاخوان هذه نصيحه لكم عقلوا عليها ان شاء الله.